السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي أنا عايز عندي ملف زي دوت وسحبت عليه شغل الكهرباء، وعايز أسحب شغل الكهرباء يبقى عندي، يعني هقول له انسيرت وأقول له لينك رافيت وأقول له أنا عايز مثلا ملف الكهروميكانيكال اللي هو دوت، وأقول له أورجنت أورجن وأقول له أوبن. طبعا هو مديله ترحيلة، فانت ممكن تعمل سحب وتروح ماله موف للمكان نفسه، تبدأ تشوف نقطة زيرو مثلا من هنا لهنا على سبيل المثال. طيب قدامي كذا حل للموضوع دوت، ان انا عايز اخد الشغل، لا اما تعمل سيلكت على الملف بتاع الكهروميكانيكال وتقول له بايند. بايند هيعمل ايه؟ هيبدأ ياخد لك الشغل كله وينهيه لك، بيسألك انت عايز الشغل كله ولا الشغل كله وليفلات وجريدات كمان. اقول له شغل كله بس واقول له اوكي، فيبدا يعمل بايند للمشروع دوت ويبقى موجود معايا. تمام، دي اول طريقه. الطريقه الثانيه ان انا هاجي هنا من كولبريت واقول له كوبي مونيتور، واقول له سيلكت لينك، واروح مختار اللينك دوت واقول له كوبي مونيتور مالتي ايبل، وابدا بقى اختار الحاجات اللي انا عايزها بالشكل دوت، وبعد كده اقول له فينش اللي تحت ديت، ان انا كده خلاص خلصت السيلكت. وبعد كده اقول له فينش التانية، يبقى انا كده نقلت الشغل كله من هناك لعندي. تمام، وممكن اروح اقول له ايه، لازم اجي هنا اقول له كوبي مونيتور واروح اقول له فينش. وممكن تقول له كوبي مونيتور سيلكت وتروح معلم على دوت، وتروح قايل له كوبي وتقول له مالتيبل، وتروح عامل سيلكت على كل حاجه. تمام، وبعد كده تقول له فلتر، وتبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت عايزها. يعني انا عايز كله مثلا ما عدا الاستراكشر كولوم مثلا. تمام، اقول له اوكي خلاص كلهم هيجوا، تقول له فينش فينش، تنقل الحاجات للملف.